دلوقتي من امام اقدم مكان بيقدم البلوزه في مصر، تقريبا هي الوحيده. في حكايه ورا طبق البلوزه ده هنعرفها مع امنه ست ب 100 راجل قررت طبعا ان هي تكمل مسيره والدها واجدادها كلهم. في مره من المرات والدها تعب فقرر ان هو يقفل المحل. كانت هنا بقى نصيحه ام امنه قالتها لها في يوم من الايام، قالت لها خلي بالك من والدك وعز عليها قوي. في مره من المرات والد امنه ربنا يديله الصحه تعب فقفل المحل. من هنا هي افتكرت نصيحه والدتها وقررت ان هي تكمل مشوار اجدادها. يلا بينا نعرف سر طبق البلوزه مع امبراطوره البلوزه امنه. يلا بينا. اهلا وسهلا بكم في الجماليه اللي هي الاكله اللي طلعت منها البلوزه اصلا. انا اسمي امنه حسن، في المنطقه هنا بيقولوا لي ام عبد الله، من مواليد هنا الجماليه، معايا بكالوريوس تربيه. اتعلمت المهنه دي وورثتها من ابويا، وابويا ورثها من جدي. اكله البلوزه دي يعتبر اكله خلاص انفردت، بدات ان انا ارجع بيها تاني علشان اعرفها للجيل الجديد اللي طالع. دي اكله من العصر الفاطمي، فالاكله طلعت من الجماليه اصلا، وزي ما قلت لك كده هي اصلها فاطمي. هي دي البلوزه، بتبقى عباره عن لبن ونشا في الاكل. هي بس كده بالبساطه دي يعني؟ هي دي كده بالبساطه كده. حتى من كتر بساطتها اتريقوا عليها او طلعوا لها مثل انت هتاكلني البلوزه. من كتر ما هي بسيطه، من هي كتر سهله وبسيطه، وحتى في اكلها هتلاقيها حاجه كده خفيفه. احنا بقى ايه، بنصفيها من الميه دي كويس، ما نخليش فيها ميه خالص علشان لما نضيف لها الاضافات الثانيه، الاضافات دي هي اللي هتسكرها. مكوناتها ايه قبل ما نضيف الاضافات؟ الطبق ده كده هي دي ميه لازم تتحط فيها، لان هي اللي بتساعدنا على التقطيع والفواصل، وان احنا نقدر ننتشلها من الميه ونطلعها جوه كيس. لكن من غير ميه هي هتسيح. فالميه اللي بتحافظ على قوامها يعني. بعد كده بضيف عليها موز. دي بقى الايه، الحركات بتاعتكم، التكات بتاعتكم. بالظبط، الفواكه دي التكات بتاعت عيلة لكلوك. يعني عرفنا ان انت سبتي وظيفتك علشان تكملي مسيره اجدادك. المجال بتاع التدريس. علشان خاطر ان انا يعني انت كنت موظفه؟ مش موظفه بالظبط، انا كنت بشتغل في قطاع خاص بمجال التربيه يعني. بعد كده طبعا دخلت علينا ظروف الكورونا وتعب بابا وقفلت المحل، فانا يعني قررت ان انا انزل اساعد بابا هنا في المحل. من منطلق ان احنا ايه، كده كده الكورونا كانت قافله جميع المجالات يعني، كانت مرحله صعبه على مصر، والحمد لله خطيناها وخرجنا منها بفضل من ربنا يعني. المنتشر اكتر علشان خاطر ده اللي بيحبه الجيل الجديد هو شربات الفراوله، لكن شربات الورد بيفضلوا بقى الجيل القديم اللي هو زي جيل بابا. اللي هم ايه، بابا كان بياكلهم بالورد. اللي هم عارفين الطعم القديم، اللي هم بيقولوا لي ايه، احنا عايزين ناكل طبق بلوزه زي اللي كان بابا بيعمله لنا كده، يرجعنا 30 40 سنه لورا. يعني هم لسه دلوقتي الناس الكبيره بيقولوا لي الطعم لسه حاسينه زي ما كان باباك كده بيقف قدام باب المحل ويعمل البلوزه ويقدمها لنا بشربات الورد وعليها الزبيب وجوز الهند والحركات دي. احنا عايزين الطبق بتاعنا زي بابا من غير فواكه، الفواكه دي مستحدثه. البلوزه اللي هي يعتبر اختفت خلاص، واعمل الزبادي على الفحم. ان شاء الله احنا داخلين على رمضان، كل سنه وانتم طيبين. بنعمل الزبادي على الفحم زي برده ما جدي ورثها لبابا، في طواجن وفي بلاستيك بالطريقه القديمه التقليديه بتاعت زمان. حلو. ده العسل بتاع البلوزه هنضيفه عليها، والتاتش الاخير بقى اللي هو رشه كده جوز هند خفيفه كده وحبه زبيب. خلاص هي كده جاهزه، كده جاهزه على الاكل بالسهوله والبساطه دي. بس هي اكله سهله واكله بسيطه، وبقول لك من بساطتها طلعوا لها مثل هتاكلني البلوزه. والدك كان قال لك حاجه كده، نصيحه انت ماشيه بيها؟ الحمد لله وبفضل ربنا، هو ربنا فتحها علينا وبارك لنا فيها. ان الحمد لله بفضل من ربنا، ان هو قال لي ما تغشيش، ما تحاوليش تلعبي في اللبن، لان اللبن نصيحه جدي البابا ان هو اللي بيغش في اللبن يا بيعمى يا بيشحت. اللي هو غش اللبن من اكتر حاجه تخافي منها، علشان يعني ايه، بتخسر. هتخسر مهما تكسبي، مهما تكسبي هتكسبي هتكسبي في النهايه خساره. خساره بانك انت هتلاقي فلس، خساره ان انت هتلاقي في نفسك مرض. فالحمد لله انا ماشيه بنفس النصيحه، حتى لو انا بمشي بامكانيات قليله على قد امكانياتي المتاحه ليا، فالا ان الحمد لله يعني الحاجه يعني مهما مثلا تكون سعرها بيرتفع، الا اني بحاول ان انا اتكافئ مع المكان اللي انا فيه.
مواعيد شغلك بقى بتبدأ من الساعة كام وتخلص الساعة كام؟ بص هو أنا يعتبر بقدم منتج حلويات شوية، يعني مثلا قدامك هنا البليلة، قدامك البليله مثلا، دي موسم الشتاء يعني، بس في رمضان مش هتبقى معانا يعني، عشان خاطر بنبقى مركزين اكتر بقى على الزبادي والسحور والكلام ده. في رمضان بشتغل من وقت السحور اللي هو يعتبر بعد صلاه العشاء لحد صلاه الفجر. يعني يعتبر بنفطر وبننزل عشان نقدم الزبادي للناس اللي بتصحى طبعا، لان بس ده موسم، موسم لازم نهتم بيه. ده بالنسبه لموسم رمضان. اما بالنسبه للايام العاديه بفتح بعد المغرب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بفتح بعد المغرب وبقفل يعني على واحدة ونص كده اتنين، بس يومي بيبدأ بعد المغرب.